مساء الخير، أنا ميسون الشهين وهذه جولة سريعة من داخل موقع شبكات 964. مع ارتفاع حرارة الصيف يتوجه أهالي ناحية البغداد غرب الأنبار إلى السباحة في نهر الفرات والاستمتاع بمياهه الباردة التي اعتادوا على غمر الرج به كي يؤكل بارداً بعد جولة السباحة. وضع الشاب البغدادي علي الطائي ثلاجة عرض أنيقة ومليئة بقناني الماء في ساحة فلكة المعهد بالزعفرانية وتركها متاحة للعطش من المرة، ويقول إنه فعل ذلك للترحم على أرواح الشهداء. لم تنخفض أعداد رواد المقاهي في الناصرية رغم تجاوز درجات الحرارة 40 مئوية، بل يقول أصحاب المقاهي لـ 964 إن زبائنهم في ازدياد بسبب تراجع ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي. أزاحت تويوتا العراق الستارة عن سيارة كراون الجديدة خلال حفل شهدته المدينة اليابانية جنوب بغداد، حيث عرضت قطعة واحدة من الطراز الجديد بصحبة سلسلة من السوبرات القديمة التي يحبها العراقيون. يستمر تدفق السياح الأجانب إلى البصرة حيث تستهويهم تجربة استكشاف الأهوار في جرمة علي، وتقول إليسا وهي سائحة روسية إنها وصديقها الروماني يستمتعان بوقتهما على الرغم من الحر الشديد. يشهد سوق مطافئ الحريق في الديوانية انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يزداد الطلب عليها بشكل كبير في مؤشر لزيادة الوعي، ويبلغ سعر القنينة ذات الواحد كيلوغرام 10,000 دينار. تواصل بلدية الصادق شمال البصرة حملة تشجير شملت شوارع وطرقات رئيسة في مركز القضاء، وتخطط المدينة لزراعة 400 شجرة أكاسيا بالإضافة إلى 2600 شجرة أخرى مختلفة. رغم الجدل المتجدد حول أصل الأكلة ويومها العالمي، لكن محبي الفلافل يقولون إنه يصادف في 12 من حزيران. 964 رصدت أرخص لفة فلافل في العراق، حيث يبيعها أحد المطاعم ب 250 ديناراً فقط. نال مخبز الزعيم في جسر ديالى جنوب شرق بغداد شهرة واسعة على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، ليس لارتباط اسمه بالزعيم عبد الكريم قاسم، وإنما لبيعه الخبز بسعر منخفض وقرص أكبر قياساً بمخابز أخرى. أجرت كاميرا 964 جولة داخل مطحنة عصام خضر في الحمدانية وسط سهل نينوى، حيث الزبائن ما زالوا يفضلون طحن الحبوب محلياً رغم أن أسعار البرغل والجريش المستوردة أرخص بكثير. كانت هذه اختيارات المحرر للفترة النهارية، لكن تغطيتنا مستمرة ومن كل مناطق البلاد. تفضلوا بزيارة موقع 964media.com لمشاهدة العراق بصورة أوضح.